لي عاودني المشكل اللي وقع بالضبط. انا السيده مزوجه عندي وليد وبنته، الراجل ديالي عنده جوج عيالات، انا الثانيه عندي مع جوج وليدات، المراه الاولى ولادها كبار. السيد مرض جاء الزهايمر، قبضوا مشى عندهم يشوفوهم، قبضوا تما وقطعوا عليا الماندا وحجزوا لينا الراجل ما كنشوفوش، ولادي تأزموا مابقاوش كيشوفوا باباهم، والماندا ديالو قاضينا حنا ما كنشوفو حتى رياضي من شهر واحد الى يومنا هذا. ولكن كنت مكلفة به بالدواء ديالو بالاطباء ديالو بكلشي، وكان عنده المشكل ديال الكريديات، درتلو العجز يعني حيدتلو الكريديات كاملين، وهذا هما لقاو ساد ما جاو داو السيد وداو لا بنك واستولاو على كلشي، هو ماشي في الاليه ديالو. دابا انا درت شكايه لوكيل الملك، ها هما جوج شكايات من شهر واحد، باقي ما توصلت حتى شي حاجه مع الكونفينمون اللي كان. دابا ما جبرت ما نوكل ولادي ولا ما نشربهم، والمدرسه كتسالني الفلوس، وليداتي باقي ما كيقراوش، ما جبرتش باش نشري لهم مكتوبه ولا باش نوكلهم. والناس اللي دايرين فيا الخير الجيران هنا هما اللي كيعطوني ما ناكل وما نشرب، ودارنا هما غير مرة كيعاونوني حتى هما بحالهم. شحال تجمعي ديال الكراو؟ من شهر واحد دابا وانا ما كنخلصش الكرا ديالي. انت من شهر واحد ما شفتيش؟ انا من شهر واحد ما شفتش الراجل. ماشي يعيط ماشي يسول والو حتى حاجه، هو مسكين ماشي في العقليه ديالو يعني ما عارف والو، ولكن مراته ولادو مستغلينو، وعمامهم ما عمرهم ما شافوهم ولا سولوا فيهم، وجداتهم وجداهم ما عمرهم سولوا في هاد الوليدات، ما عارفوهم واكلين ولا شاربين ولا ناعسين ولا مغطين ما حتى شي حاجه. انا كنطلب من الله وجلاله الملك يتدخل لي في هاد القضيه، انا ما بقيت كنلقى ما نوكل ولادي ولا ما نشربهم. كنتمنى ان شاء الله توصل هاد النداء لجلاله الملك، وانا معاقه وما عندي دايره الحديد في رجليا ما يمكنليش الخدمه على ولادي. كنطلب كنتمنى من الله وجلاله الملك يتدخل في هاد القضيه. كنتمنى عقد الزواج ديالي على عقد باش تكتب معاه من الدار. وقصاش تجوزي بيه؟ انا من 2003 وانا مزوجه بهاد السيد، يعني كنت عايشه معاه مزيان الحمد لله. من جاو لي المرض مسكين وداو ولادو ومراتو، ما بقيتش كنشوف السيد، ما بقيتش كنشوف الراجل ديالي، وليداتي تأزمو ما بقاوش كيشوفو باباهم، ويني بقاو لي كيقدرو يهضرو مع الناس، لا حتى شي حاجه تأزمو مزيان. البنت شحال في عمرها؟ البنت عندها 13 سنه. والدري؟ والوليد عنده 6 ديال السنوات. دابا لحد الان مازال ما دخلتيهمش للدار؟ مازال ما دخلتش ولادي يقرا. يعني هو مشار واحد ما سولش ما شي عطاك ما كيصيفطك حتى شي حاجه، مشيتش ما التجئتيش للمحاكم؟ انا التجئت للمحاكم، درت شكايات، ولكن باقي كلشي واقف. مازال داكشي ديال الكوفيد كلشي واقف مع الكوفيد، كلشي واقف. واش من حتى شي حاجه؟ والنفقه؟ لا لا ما كاين لا نفقه لا حتى شي حاجه والو. واش من دار؟ هو فين كان ساكن؟ في كان ساكن في حين دار بدل. علاش؟ ما عرفتش، انا صيفط لهم مول الدار، مول الدار بغى يخرجني من الدار، انا ما بقيتش باش نخلص الكرا. ملي صيفطته لعندهم تما دخلوا شافوا داكشي، وقال لي راه السيد واحد الحاله يرثى، راه السيد ما كيعقل ما عقلش عليا، ما عرفني ما والو. دابا هو ملي شافوا مول الدار جاوا غادي يدفع الاوراق ديال المحكمه، نادوا ما تحولوا مشاو تما وكيسولوا فيهم، ما عمرهم تواصلوا معاكم والو، عائلته ما عمرهم تواصلوا معنا نهائيا. كان ملي كان معايا كانوا كل نهار كيجيو عندي خواتاتو، كل نهار خوه خواتاتو. واحد خال مني مشى هو، يلاه مشى شي يومين وجا عندي خوه، جا عندي قال لي سيتو تعطيني الدراري غنديهم لباهم، يعني كان بغا يدير لي بحال بغا يدير لي اهمال الاسره، داو الراجل وغيديو لي الدراري ويديرو لي زعما بان انا رميت الراجل ورميت الولاد، ولكن انا ولادي ما غاديش نفرط فيهم، واخا يبقى فيا عرق واحد. وكيفاش خداو؟ كيفاش زعما الراجل مشى؟ كيفاش يعني؟ واش كان مريض هو ديك الوقيته؟ فاش كان معاك؟ يلاه بدا المرض، وكان كيمشي وكيجي، كيمشي لدارهم وكيعاود يرجع عندي، لا كيجلس ليلة وكيجي كيجري عندي وكيمشي عاوتاني، حتى عند ولادو ما عمري منعتو على ولادو، كيمشي عند ولادو كيعاود جراو عليه، مشى عند المرا الأولى، مشى واحد الليلة وجراو عليه، جابوه لدارهم، لا غدا مصيفطا لي ختو لي زوديو كتقولي ما تبقايش تصيفط لنا داك الراجل، كيدير لنا المشاكل حيت هو مسكين تجاهد عليه المرض ولا كيغوت ولا مابقيتش صيفط لنا داك الراجل، وعندنا ما نديرو به. ملي قلت لها انا راه ماشي انا اللي صيفطت لكم، راه بنتو اللي جابتو لعندكم، هي اللي تقولي لها هاد الهضره، قالت لها ما كتهمني لا انت لا بنتو لا حتى شي حاجه، المهم شدي عندك داك الراجل انت مراتو انت تكلفي به. من زعما كنقول ما تبقاش تمشي عندو، راه حتى ما بقى بغاك. واحد النهار عرفتي صافي ما بغا زعما بغا يخرج، بغا قال لي غادي نمشي لدار داكشي، المهم كيمشي وكيرجع. ديك النهار اللي مشى صافي هزو عداو الاخرين صافي اتفقوا عليا. مشى لواحد الى يومنا هذا، ما عمرهم سولوا فيا لا خوتي لا ولا. دازت يومين جا عندي
بغا يدي ليه الدراري ما بغاش يعطيهم له صافي. وباش داوه النهار اللي داوه لا غد ليه مشاو للبنك اتفقوا مع المدير ديال لاجونس ديال لا بنك حيد لا بونكيراسيون اللي دايرها هو راجلها باش كان معقلو باش كان موزون حيد لا بونكيراسيون وبدلوها وكلشي تدلي السيد مي بغيت بزهايمر ما عندوش الاهليه باش يصاوب حتى شي ورقه هادشي صاوبو كلشي وتا الورقه الرسميين ديالو هما كلهم عندها هي على كان كلشي كيفاش صوبوا داكشي انا فواحد الان ما عارفينش يعني عاودي لنا شنو انت كنتي مكلفه بالمسائل انا كنت مكلفه بكل شيء هو يعني طاحت له كان طاح له البيرمي ولا كارت ما عقلتش فين دارهم منين مشيت انا درت مشيت درت ديكلاراسيون عطاني الكوميسير هذا عميد الشرطه عطاني سميتو الورقه باش طاح له داكشي مشينا عاودنا له هي نفس الادريسه عندنا الادريسه ديال الدار انا وياه على كارت ديالو ديال التقاعد هي عندي لاكارت ديال الداخليه واحد الراجل اللي كان في الحساب الداخليه هي عندي يعني كاع الورقات تبقاو عندي يعني الشكاير بالخدمه كلشي عندي الحوايج ديالو كلشي كاين هنايا وكيفاش مرض فاتن كيفاش مرض وكيفاش قابلتيه باش مرض المرض جا ولا السيد مابقاش كيعقل ما عرفتش انا ملي ديتو عند الطبيبه ها الورقات ديالو مديتو عند الطبيبه قالت لي تحقوا له العروقه ديال الراس ديال الراس مابقاش كيكابتي السيد ها الورقات ديالو من شهر 10 وانا كنداوي هاد السيد ها هما كلشي هاد التواريف ها هما ها هي سميتو هادي الشهادة الطبية اللي عطاتني بأن داو الراديو تداوي عند الاختصاصيين جميع أنواع الاختصاصيين دار التحاليل شتي الفرية ديال الدوائية هاد التحاليل درتهم ب 40000 ريال ها سميتو السكانير اللي درنالو كلشي هالاغين اللي درنالو يعني كاع الورقة كلشي درتولو ما كاينش شي حاجه اللي ما درتهاش هادشي كله اخيرا ما كاينه ب 1500 درهم 3000 درهم يعني راه كانت مقابله راجلها على ها يعني السيد كيتخلص مزيان عنده صالير مزيان يعني هي الورقه من التقاعد كاتب عام كيشد مليون و70 الف ريال كلها كيديوها ولادو يعني حنا ما كنشدو حتى ريال من هادشي انا ما كنطلب حتى شي واحد يعطيني شي حاجه كنطلب انا غير رزق ولادي يوصلني عند باباهم وبغينا الراجل يجي يجي يشوف وليداتو حتى حنا محتاجين له انا ماشي رميت راجلي ولا شي حاجه انا باغي راجلي باغي راجلي باش ولادو يجي يسلم عليا اصلا راه حسيتي تما شهري جلس عندهم وشهر عندنا انا ما عمري منعتو من ولادو ولا تزوجت به عمري ما منعتو من ولادو فاتي وهما اصلا حابسينو تما يعني وديت الفلوس وما كانتش الماندا والله الا شدوه حتى دقيق حتى هو كان تيلقى راحتو مع المهم مع الوليدات وكان تنسى كل شيء وتدور هذا تتفكر هما هما دابا العالم به الله هو تمايا كيدير حالته السيد مول هاد الدار هادي اللي نهار صيفطاتو لعندهم لتمايا ودخل عنده تخلع على ديك الحاله اللي هو فيها حاله يوتلا ما عقل على حتى حاجه وموسخ وحالته انا غتشوفوها هكا كانت ما تقولش هذا مغيب مشى عندي ما كيدير لا ليكوش لا والو يلاه مشى يلاه حتى سميتو جا عندي فاش جا خاه قال لي راه ولا كيدير ليكوش كيفاش ولا كيدير ليكوش والسيد مشى عندي واقف على رجليه ما كيدير لا ليكوش لا حتى شي حاجه ولادو كبروا زيد ولادو كبروا يعني بنت تزوجات البنت الكبيره اللي قابطه هذا الشيء 30 عام في عمرها الولد كمل 18 عام ما فهمتش انا هاد الناس هادو انت شنو كطالبي دابا انا كنطلب حق ولادي وحق انا بغيت راجلي يجي يشوف ولادو ويجلس معنا حتى حنايا وانا ولادي تازموا ما كيشوفوش باباهم ولا فلوس لا حتى شي حاجه بغيت ولا باش نعيشو حتى حنا وتطلبي من المحكمه تعجل بالمسطره ديالك وتخرج لك النفقه ديال ولادها كنطلب من الملك حتى هو هذا هو اهم شيء في الموضوع وكنطلب من الوكيل الملك ان شاء الله يتدخل لي في الموضوع حتى هو انا ما الشكايات جوج ديال الشكايات وانا باقي ما توصل حتى شي حاجه دابا الى يومي هذا دابا تقريبا عام هذا من شهر واحد حتى لدابا يعني انا باقي ما توصل حتى شي حاجه وانا كنطلب من الله وجلاله الملك يتدخل لي في اسرع وقت في هذه القضيه لان ما كاينش اللي غيفك لي المشكل ديالي هو ان شاء الله اللي غيفك لي المشكل ديالي انا وليداتي مازال ما كيقراوش دابا كيما قالوا لهاد الدراري جيو كيما مبينكش هاد ال ديال ما بينكش ما لا 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 اجي فين يا بنت الاخرى فين بنت ازمات بنت ازمات تشوف لي الناس لا ما مبيناش حيت ما يمكنش صافي شي شي
ما بغاش تجي. بنتي ما بغاش صافي ما بقاش كتقدر لا تهضر لا حتى شي حاجه تأزمات لي بزاف لا في القرايه ولا في كل شيء والوليده وتا هو راه شتي تا هو ما كيهضر ما والو. انا ولدي هادشي كل نهار كيقول لي فين هو بابا وكيفاش غيجي بابا وكيفاش بزاف هادشي واخا كون كان يهود راه كانت في قلبهم شويه ديال الرحمه. بزاف هادشي اللي داروا هاد الناس انا ما عمرني شفت شي واحد دار هادشي بحال هنا. كون ما كانتش الاخذ كون ما كانتش هاد السيده بنت عائله تا ما راسها وهذا بزاف طبيعي الناس اخي انا دابا هذه انا وقت اختها دابا انا تنهضر كبحال اللي محايد ما هاد الناس هادو راه ما يقد واخا ما تكونش عندهم حتى طرد الخبز في الدار ما يعرفوا لا يمدوا يديهم ما يعرفوا لا يطلبوا شي حد ولا يخرج. شوف راه اللي شاف الدار وشاف دابا هادشي راه كله مرهون حسبوا مرهون فهمتي واش فهمتيني يعني هاد المراه ما عندها لا فين تجلس لا هي ولا ولادها ولادها محبوسين من القرايه عام دابا مشى ليهم واش دابا المعنى وصلك يعني الشرح هو اللي لا يوصل الصوره هي الحاجه المهمه. دابا شنو كطلبي دابا باش دابا كنطلب ناخذ حقي يتاخذ لي حقي من هاد الناس هادو يعطيونا حتى حنا باش نعيشوا ويجيبوا لنا الراجل حتى حنا بغيناه. انا هادشي اللي كنطالب ما كنطلب حتى شي واحد والمحكمه ان شاء الله تعجل لي هادشي ديالي باش انا واقفه دابا ما عندي لا حنين ولا رحيم. انا واقفه دابا يعني ما ولادي جالسي بلا قايت ازمولي بنتي كتبكي كل ما بغات تمشي للمدرسه ما لقيتش باش نديها للمدرسه باش نشري لها كتوبه ولا حتى حاجه كيفاش غندير انا فهاد القضيه هادي ومرضاه كيدني كل ساعه كيقول لي خرجي شحال كاري؟ لا كل ساعة كيقول لي كل ساعة كيعيب عليا 2500 درهم 2500 درهم واش كاري؟ ها غالي وبلا ضو بلا ما بلا والو قسما بالله والله ما نخلصها منين مشى الراجل قسما بالله ها انت ها هي بشحال كاري؟ سميتو عبد كريم سميتو راجلها هو اللي كرا هدا 10 شهور 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 10